كل ما لطيفة بيمر بيها الزمن أعدائها بيزيدوا ولا بيقلوا؟ لا بيقلوا والله، صدقي كانوا كتير زمان؟ كان في مش أعداء بس الناس يمكن مش عارفيني كويس. فأعتقد إنه في ناس كتير في المجال وفي عرفوني أكتر، وحاسة إنه قلوا الأعداء، قلوا يعني صلحتي كتير من المشاكل اللي كانت موجودة حواليكي أو الناس؟ ما صلحتش أي حاجة، ما صلحتيش، هم راجعوا نفسيهم واكتشفوا إن أنا ست، يعني الزمن مع نفسه هو اللي صلح كل حاجة، يعني اكتشفوا إن لطيفة. بصي أنا زي ما أنا، ما بتغيرش، لطيفة ما بتغيرش، يعني أنا طبيعية، عمري ما عندي أعداء ولا عمري بعادي حد. أنا عندي تارجت في حياتي، عايزة أعمل فن حلو، عايزة أبسط الناس، عايزة أنا أبقى مبسوطة طبعا وأنا بغني، وهعمل أعداء ليه؟ طيب أنا هعرض عليكي شوية صور وتوجهي رسائل لكل شخص في الصورة. يلا دي حاجة حلوة لذيذة. لذيذة يلا نبدأ بأول صورة. يلا. لطيفة زي لطيفة. هيفا. هيفا. هيفا فنانة محترمة، إنسانة طيبة جدا وجميلة جدا جدا. عمر طبعا حلوة. عمر وممثلة جامدة طبعا صراحة، دي حقيقة. انا بحبها جدا بصراحه، بحبها قوي وانا بموت فيها كمان. مفيش حد ما بيحبش هيفا. حصل بينكوا سوء فهم فتره؟ فهمتني غلط. اهي دي مثلا من الناس اللي فهموني غلط. ايام برنامج يلا نغني على ام بي سي، كان في طبعا الاعداد هم اللي بيحددوا مين بيجي يغني، لانه برنامج طربي واغاني طربيه، يعني هي نفسها هيفا بتقول انا مش مطربه. فمش انا اللي بقول لهم لا ما تجيبوش ده هاتوا ده خالص. بس معقوله لطيفه ملهاش ليه دخل؟ تقول انا يعني عايزه او مش عايزه. انا ما جبت سيره هيفا خالص، ولو عرضوا قالوا يجيبوا هيفا اكيد هقول لهم وهتغني اغاني اكيد تليق بيها، لان هي فنانه ذكيه، يعني هي مش فنانه جهله يعني. طيب تعالي في فيديو عايزاكي تبصي عليه. يلا. ما بعرف شيء عنها، بعرف انه قالت عني انه انا انه هي ما بتستقبلني ببروجرام، انه ما عندها فقره مونولوج. انا بقولها سوري. بس لطيفه فنانه كبيره كمان، شو بعمل لها يعني اذا فنانه كبيره بتقول عني مونولوج؟ لا بس غلطانه يعني كثير هي. لا يا عمري يا حبيبه قلبي، لطيفه انت لو تعرفي تاريخ المونولوج في العالم العربي هتفرحي قوي، يعني بجد. يعني هو 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 المونولوج ده ايه؟ المونولوج ده حاجة فنية رائعة جدا، هو قالب غنائي اسمه المونولوج، زي ما في دور غنائي، زي ما في قصيد، زي ما في موشح، زي ما في أغنية عاطفية، أغنية وطنية، ده قالب غنائي، صح ولا ايه يا شباب؟ مش كده؟ ثريا حلمي، ثريا حلمي من أهم مطربات المونولوج، دي حقيقة. إسماعيل ياسين الله يرحمه، شكوكو، شكوكو كل من أهم ال... ولكن أنا يعني أنا بالنسبة لي هيفا كان ممكن لو جت مثلا في برنامج تغني حاجات اللي غنتها السيدة سعاد حسني، مين غيرها، أغاني تانية تليق بصوتها يعني. بس أنا ما تخيلش أم كلثوم، يعني هيفا هتغني لأم كلثوم مثلا. طب أنت شايفة أن أغاني هيفا مونولوجات؟ لا، حاجات خفيفة يعني؟ لا لا مش مونولوج، لا مونولوج ده ليه يعني قيم تانية. هيفا بتغني أغاني فنية حلوة جميلة ولذيذة يعني. وخفيفة ولذيذة حلوة ولايقة على صوتها يعني. طيب تعالي نشوف الصورة التانية. يلا يلا ولعيها بقى يا سامر. ماشي. شيرين عبد الوهاب. حبيبتي شيرين طبعا. هاجمتي شيرين ليه؟ لا ما هاجمتهاش. اتقال ان انت هاجمتيها. يتقال، هم احرار يقولوا اللي هم عايزينه. طب انت ما هاجمتيهاش؟ لا انا ما هاجمتهاش، بس انا ما حبيتش لما كتبت، لما قالت مره في قرطاج انه بنتي بتقول تونس قالت بقدونس. طب يبقى هاجمتي. كل الناس قالوا، مش انا بس، كل الدنيا قالت ما يصحش انه فنانه كبيره. ممكن تقري ده؟ ما انا شفتها. تونس بقت خضرا ببورقيبه وبابو القاسم الشابي. تونس مش بقدونس، تونس بقت خضرة ببرقيبة وبأبو القاسم الشابي وابن خلدون وبشعبها. يعني أنا كان نفسي مثلا هي أكيد شيرين، ما تقصدش إساءة يعني، ممكن تكون كانت بتهزر مع بنتها، كان لازم تقول لبنتها بصي يا حبيبتي تونس دي كذا كذا، وما طلعش قدام ألافات وملايين بيشوفوني في التلفزيون وأقول حاجة. كل التوانسة زعلوا، ما شبهش بلد ببقدونس.
ما يمسحش. في اكيد شيرين ما تقصدش، هي شيرين بتتكلم بعفويه، بس ما بعفويه وبتهزر، ولا انا عارفه، انا عارفه لكن... وانا بموت فيها وبحبها وبحب يعني صوتها، يعني كلنا بنحب شيرين، واكيد طبعًا. اكيد ما تقصدش طبعا، بس انا في مكانها ما اقولهاش. اتضايقتي لما الناس ابتدت تتكلم في الموضوع؟ انت استفزيتي من جواكي اكتر او لموكي ان انت؟ لموني كتير، اعلاميين كتير اتصلوا بيا ومن تونس ومن هنا ومن، ما حبوش اني انا ما اكتبش، فانا كتبت. نقدر نقول ان شيرين تصريحاتها او زلات لسانها ممكن تاخد من رصيدها؟ عفويتها نقدر نقول ان ده بيوقعها في مشاكل؟ ومرات العكس، ناس تحب اللي يهيص على المسرح. طب تعالي نشوف الفيديو ده. يلا يلا بينا. مين بيستفزك هالقد؟ بتقولي يا عمي في ناس جوعانه، في ناس مانا قادره تلبس، مانا قادره تشتري، مش ضروري هالقد تبين قد ايه معك فلوس وقديش انت غنيه. هو مين اللي بيعمل كده؟ مين؟ غير مين؟ بسألك مين؟ حدا جبنا سيرته بالحلقه؟ احلام من الناس اللي فعلا تبالغ في استعراض المجوهرات وفي هي يمكن مبسوطه بده، ربنا يزيد عليها، بس انا بقول أنا شخصياً ما عملش كده. أنا بعرض لك حاجات يمكن قديمة، حاجات قديمة أوي. بس أنا يمكن كمان عايزة أعرف رأيك، هل اتغير مع مرور الوقت؟ هل أنتِ لسه عند رأيك؟ لا، هو وقتها كان في فيديوهات الحلومة حبيبة قلبي اللي أنا بحبها قوي، أحلام حبيبتي طبعاً كلنا بنحبها، وصديقتي وكل طبعاً. حاجة أنا حتى في الحياة كده بنقعد نضحك، كلها خلاص بقى فهمنا انه ده الماز، تقولي هاتي المازك تعالي نغسله، دمها خفيف يعني جدا، دمها خفيف قوي وطبيعيه وتلقائيه وعفويه. وعايزه اقول لك انه يعني احلام كفنانه تعتبر من رقم واحد في الخليج. طبعا دي حقيقه، يعني بجد ملكه احلام. طب انت شايفه ان ده ممكن يستفز البسطاء من وجهه نظرك؟ طبعا اكيد. تعالي نشوف صوره ثانيه كمان. يلا. حاجات قديمه برضه. ماشي. لا، ما انا قلت لك حاجات قديمه. يا عمري يا حياه قلبي، ده حياه قلبي انا وكل الموجودين هنا على المسرح. الملحن والموزع طارق عاكف، الله يرحمه. قلبي ده يرحمه. هو في زي طارق عاكف؟ الله مفيش. يرحمه. يعني العالم العربي كله ما جابش ومش هيجيب زي طارق عاكف، وكلهم عارفين. توجهي له ايه رساله؟ هقول له كل ما هطلع على المسرح واغني الاغاني اللي انت عملتها لي هدعي لك واقرا لك الفاتحه، لانه طارق ساهم كتير قوي في نجاحاتي، من ضمنهم بحب في غرامك، يا غدار، كتير اغاني كتير جدا يعني، وفي نجاحات كتير قوي، السيده ورده، بتونس بيك. طارق كان بني ادم من ارقى الناس، من اكتر الناس اللي صلتهم بربنا كبيرة جدا، كنا على طول بنتقابل في العمرة، ومن أصدق الفنانين اللي تقابليهم في حياتك، ومبدع، من أكبر المبدعين الموجودين، يعني كل أغنية، غني راغب، سيدة وردة، كل اللي كان في التسعينات دول، النجاحات دي كان طارق عاكف. الله يرحمه. تغني أغنية من توزيعه؟ يلا نغني يا غدار، صح؟ احنا غنينا بحب في غرامك، دي كانت بتاعته. يلا بينا.
مش عايزه تاني معاك احتار قبل الفاصل كنتي بتغني يا غدار. أيوة. وقلتي لي بتتقال لناس كتير ستات ورجاله عادي. طيب انت مش عايز تقولي اسم حوريكي صور بقى. لا 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 انت مصره يا سمر. والله ما مصره ولا حاجه. ماشي. يلا اول صوره. يوه حاجات قديمه قوي يا سمر. يعني انت هتفضلي تقولي لي حاجات قديمه؟ ما احنا لازم نوضح للناس. بعدين انت اول مره تقوليها. مسكينه طلعت وبتحبني قوي وطلعت بتلحن لي وعامله لي لحن ليا وكده يعني. فلا ربنا يبارك لها يعني. ايه سر العداء التاريخي؟ اقسم بالله ما اعرف. ما تعرفيش؟ اقسم بالله العلي العظيم واللهم اني يعني صادقه ولا اعرف. يعني بتطلع تشتمني وتشتم تشتم مش عارفه ليه. طب الفنانه فلا يعني قالت اني انا حاربتها في مصر. هل انا ممكن اعمل كده؟ هل بلد زي مصر دي ما فيهاش نقابات، ما فيهاش وزارات اعلام؟ هل انا الطالبة اللي كانت غلبانة بتروح من 9 الصبح لأكاديمية الفنون ومن 4 بعد الظهر في بيت عبد الوهاب محمد لغاية 8 و9 بالليل عندي مخ؟ أنا ما كنتش أعرفها وقتها خالص. أنا ما عرفتهاش غير لما شتمتني بس. طب إشمعنى اختارت لطيف؟ والله أعلم مخها قال لها كده. وبعد كده اتصلت بي أنا بحبك وتصورت معايا عندها حالات مسكينة. طيب ناخد صورة تانية. يلا. نعم. الفنانة الراحلة ذكرى، إيه الذكرى اللي تحتفظي لها بيها؟ لا ذكرى عندنا ذكريات كتير مع بعض. يمكن من أحلى الأيام لما كنا في احتفالات أكتوبر مع بعض أنا وهي. وهي كان دمها خفيف. طبعًا من أحلى الأصوات اللي ربنا خلقها في العالم العربي كله. مش في تونس يعني. ولكن الله يرحمها. الله يرحمها. هي قالت مره ان انت ساعدتيها في بدايه حياتها. هي مش مساعده، انا بحبها وبموت فيها. وغنينا في مناسبات كتير مع بعض. واديتها نصيحه. لو سمعتها مني وقتها ما كانش يمكن حصل اللي حصل. ايه النصيحه؟ لا ده خلص بقى راحت معاها. كان في ناس معينه في حياتها قلت لها يا ذكرى خلي بالك من نفسك، بلاش الناس دي. الناس دي خلي بالك. وما سمعتش الكلام؟ لا يعني هي ليها طريقه. نقدر نقول انت قلت لها بلاش تتجوزي الشخص ده؟ لا 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 ما كانش ليها علاقه بالشخص اللي اتجوزته. لا خالص. ناس ثانيه كانوا في حياتها. قلتي حالا ان دول السبب في اللي حصل لها. لا دول من عارفه انت والمحيط اللي جنبك برضه. في محيط كده في ناس شخصيتها قوية وفي ناس تكوينها غير. فأعتقد ده كان جانب من اللي حصل، لكن قدر الله ما شاء فعل يعني اللي حصل ده الله يرحمه. مين من الراحلين اللي دايما بتستدعيهم كل يوم وانت قاعدة مع نفسك بتفكري فيهم؟ بليغ حمدي، عبد الوهاب محمد، سيد مكاوي، عمار الشريعي جدا 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 عمار. لو قلت لك رسالة قصيرة كده لكل واحد فيهم كأنك بتبعتي تلغراف لو انت قاعدة وبتكتبي. للأستاذ عبد الوهاب محمد والأستاذ بليغ حمدي أقول لهم انتوا من النعم اللي ربنا اداها لي في حياتي، تعلمت منكم كتير وانتوا اللي حطيتوني في الطريق الصح. هم كانوا السبب ان انا اجي اعيش هنا وادخل أكاديمية الفنون. الأستاذ سيد مكاوي كان أقول له أنت كنت زي أبويا. الأستاذ سيد مكاوي كان بيخاف عليا هو والسيدة حرم وأميرة وإيناس، ساعات السفيرة إيناس طبعا بحييها.
كنت لما اروح لبيته يعني بيخاف عليا جدا، حتى لما اروح اماكن يقولي خليكي جنبي. لا يعني يرحمه. كنت جديده يعني. استاذ عمار الشريعي هقول له ايه؟ افتقدتك من اكتر الناس اللي افتقدتهم فنيا وانسانيا واجتماعيا. عمار الشريعي كان واحد من العيله، وكان كنت لما احتار في اي حاجه في الحياه في الفن في التكنولوجي، كان لسه جديد الحاجات كلها، اكلمه هو. ده غير اني انا اول بصمه فنيه حقيقيه في حياتي كانت مع عمار الشريعي. الله يرحمه. طب نسمع حاجه لحنها لك عمار؟ كتير. احنا هنقول اوعى تغير. اوعى تغير. يلا بينا. يلا نقول. يلا يلا بينا. ملهم ولا تأثير، أنا حواليا كتير، ملهم ولا تأثير، ملهم
ده عمار الشريعي بقى يا ستي. ايه؟ ده عمار الشريعي بقى. من احلى الاغاني، من احلى الاغاني. ده من اول النجاحات في حياتي، ده اول البوم. في الوسط الفني اتكلمتي عن ابائك الروحيين. صح. لو قلت بقى مين اخواتك، مين ابنائك، مين الناس القريبه منك؟ زياد الطويل واحد من اخواتي طبعا، امجد العطافي، وليد سعد، محمد الرفاعي، هسمي لك كتير من الجيل بتاعنا. دول حبايبي واخواتي يعني. كتير. نادر عبد الله، ملك عادل، فنانين كتير، مش عايزه انسى حد. دلوقتي عمرو المصري، سامر ابو طالب، في كتير. بحبهم وفعلا اخواتي يعني. طب في فيديو عايزاكي تبصي عليه. يلا. بداية معرفتي بيها كانت يا قلبي يا عمري في عزة أمي. كنا احنا الاثنين ما نعرفش بعض، عمري ما شفتها بحبها مرة. طبعا اعرفها اكيد كفنانة كبيرة يعني حياتي، بس عمرنا ما كنا اتقابلنا. فاتفاجئت في العزة ان هي داخلة عليا بتعزيني هي واختها، وفضلت قاعدة من اول العزة لاخره. فده كان بالنسبة لي موقف عمري في حياتي ما هنساه، لان دايما انت في المواقف الصعبة بيبان لك انت مهم عند مين. فكنت اول مرة اعرف ان هي بتحبني قوي كده، فبقيت بقى يعني مش عارفة اعمل لها ايه. عايزة اقوم اخدها في حضني واجري واقول لها بجد دي حاجة كبيرة قوي عندي ان انت تيجي تقفي جنبي في موقف زي ده. وكأن القدر بقى كان عايز ان احنا بقى ايه نتعرف على بعض ونحب بعض اكتر. وفعلا سبحان الله بقينا كل شوية بنتقابل صدفة من غير ما نبقى قصدين ان احنا نتقابل. وكل موقف هي بنتقابل فيه بتثبت لي قد ايه هي متواضعة، وقد ايه هي محبة وانسانة وبتحب الناس انا بموت فيها. انا بحبها جدا، ما عندكيش فكرة. مي كساب اختي، بنت خالتي، واحدة من العيلة. وبعدين عايزة اقولك اني انا بحب تجاربها الفنية جدا، يعني الادوار اللي عملتها في التمثيل حلوة قوي، والأغاني اللي بتغنيها مختلفة، مميزة، مختلفة. مختلفة جدا. وبني آدمة جميلة، بنت بيت كده وحلوة وطيوبة ودمها خفيف. دايما تقولي لها إيه؟ بتنصحيها بإيه؟ مي؟ آه مش هنصحها بحاجة، أنا عايزاها تكمل زي ما هي. لا بينك وبينها يعني دايما تقولي لها إيه؟ هي عارفة، وهي ابتدت تعمل في الحكاية. عملت الحكاية دي، يعني كنا محتاجين نخس أنا وهي يعني، فتقابلنا وقلت لها كملي بقى ارجعي، عشان هي كانت خلفت. فبس أنا بموت فيها بجد. مي كساب، مي كساب جميلة بقى، طيبة وجميلة وعفوية. طب مين من الفنانات أنت ليكي علاقة بيه؟ كتير. نفس العلاقة القريبة؟ لا كتير يعني. بصي احنا كفنانات يعني مش قريبين قوي، ما بنشوفش بعض كتير، ولكن في معزه وفي محبه بتربطني بفنانات كتير. يعني انت في اليوم كده ما بترفعيش السماعه مثلا على حد وتكلميه؟ لا ازاي، بكلم زينه، بكلم انغام، بكلم يسرى، بكلم جمانه مراد، بكلم كتير، هند صبري طبعا، ودره على اتصال بيهم. طبعا. طب انا بقى عايزه اسمع حاجه. في غنوة أنا بموت فيها عاملها لي وليد سعد ومحمد رفاعي، اسمها أنا عشت عمري للحظة دي. اسمعيها بقى. كلام فظيع. كلام خطير. يلا بينا. أنا عشت عمري للحظة دي، من بدري عارفة إن أنت ليا، خبيت في قلبي إحساسي. إحنا الليلة دي بس ابتدينا، كله راح يبقى لينا. أنا عمري
تكتب ميلادي يوم ما التقينا، وإن لم قمر كان شاهد علينا، وقيت في شمعة حبي الوحيد. أنا قلبي شافك قبل عيني، وكنت بستناك تجيني. لطيفة، أنا عارفة إن أنتِ جريئة وبتحبي النقد وبتستقبلي كل الآراء بصدر رحب. تقريباً. مش أكيد يعني. حسب. طيب، إحنا اخترنا النقاد على الفرازة الحقيقة النهاردة. ماشي. ماشي. هوريكي رأي وتردي عليه. ماشي. يلا بينا. اتفضلي. فنانة لطيفة طبعا لازم نبقى حاطين في الاعتبار ان هي بقى لها فترة طويلة جدا على الساحة، قدرت تحافظ على سمعة طيبة طول الوقت، دي أول حاجة. الحاجة التانية عايزين نقول ان هي حاسس دايما انها واقفة في حتة ومش عارفة تطلع منها، يعني دايما واقفة عند نقطة معينة على السلم مش عارفة تطلع تتعداها بأي شكل من الأشكال. زياد الرحباني حالة محترمة جدا على الساحة الفنية العربية، قدر يعمل ستايل خاص بيه هو، يعني اورينتال جاز، ودي مش سهل انها تتهضم قوي في الاذن العربيه، ولكن ده بتصور ان هو لا يتناسب مع صوت لطيفه محبه للحياه عايزه تبهج اللي بتغني لهم، دي بصمه بتاعتها هي قوي، يعني هي شخص لما تسمعيه بتحسي بفرح، واقفه في حته انا بدعوها انها تفكر ازاي تنطلق منها أو تطلع لقدام شوية. أعتقد أن وجود ملحن متمكن مع لطيفة يخليها تبقى في المساحة بتاعتها المنضبطة، وأعتقد أكبر دليل على كده كان كاظم الساهر. كاظم قدم لها أغاني أنا شايف أنها كانت ناجحة، عرف يختار الأغاني اللي تناسب مساحات صوتها. أغانيها الوطنية
ما علمتش معايا انا شخصيا في حاجه، وده ما يقللش منها، ولكن انا مش شايف ان هي قدمت حاجه ذات علامه مميزه. يعني طلت لطيفه مبهجه والناس تحب تشوفها وتحب تشوف استعراضاتها، هي بتختار ازياء حلوه وتدي شحنه بهجه لاي حد بيشوفها، وده بتنجح فيه جدا. انا شايف ان البرنامج كان شيك قوي، بس مش ده اللي انا منتظره من فنانه. دورها انها تغني، يعني ليه كل فنان عايز يغني وعايز يبقى مذيع وعايز يبقى ممثل وعايز يبقى في المسرح وعايز يبقى، يعني مش مكانك، انت مكانك الغنى. الاستاذ اشرف عبد المنعم. اشرف عبد المنعم الاستاذ الكبير طبعا، الاستاذ اشرف عبد المنعم ناقد عظيم طبعا، وانا بحب نقده ان كان ايجابي او سلبي، انا بستفيد منه جدا. ولكن لما يقول اغانيها الوطنيه ما علمتش، اقول له يبقى انت مش المصري خالص. هو قال ما علمتش معاه، بس ده ما يقللش خالص منك، هو ما علمتش معاه هو. ماشي، لما ملايين من الناس، لما انا اطلع على مسرح قرطاج والتوانسه يطلبوا مني ان انا اغني تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري المصري. وتعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري، يبقى انت اكيد المصري المصري. يعني اقول له ايه؟ يعني يا استاذ اشرف انا بحبك جدا، بس انا مش معاك في الحكايه دي. يعني اغنيه زي دي انا بعتبرها من اهم اغانيها الوطنيه، ماشي؟ دي حاجه. حاجه تانية، هو قال انه زياد عمل الجاز. زياد ما عملش الجاز بس، احنا عملنا الجاز الشرقي اللي هو بنص الجو تدا، عملنا قبل لبيت، ودي ما هيش الجاز خالص. وبتقول ايه؟ بتقول أمل لي بيت مطرح منك ساكن، مش هم يكون طابق منه آمن، مشتاق أشوفك لكن. ده زياد رحباني. وزياد رحباني كمان عمل ايه؟ عشقانة والعشق جميل، عشقانة عشق حقيقي، عشقانة وسهل طريقي، عشقانة أعشق أكتر أشرب من شهد النيل. ده زياد رحبان يعني، ده برضو. وعملنا معلومات مش أكيد، فهو سمع يمكن غنوة بس، يعني يا ريت تسمع الألبوم كله. ولكن أنا من النقاد اللي أنا بحترمهم جدا يعني. طبعا أستاذ أشرف طبعا لي كلمة تحترم طبعا، ورأيه أكيد يحترم. طيب خلينا نشوف الرأي التاني. يلا اتفضلي. لطيفة كممثلة تم اكتشافها وهي أكبر سنا شوية، لكن حتى يوسف شاهين لما قدم لها الدور في فيلم سكوت هنصور كانت أم البنت، اعتقد ان يوسف شاهين قدمها في احسن احوالها رغم ان ما طلبوهاش تاني. المخرج بتاع كلمة السر، يا ترى السيناريو كان مكتوب للطيفة ولا كان مكتوب لاي مطربة اخرى؟ لطيفة انا في رأيي الشخصي هي امتداد جيد جدا لوردة الجزائرية. لطيفة كمغنية من اعظم المغنيات في تاريخ الغناء العربي، عندها كلمات جيدة، عندها ملحن ممتاز،
وعندها صوت قوي بيفكرنا بصوت عليا التونسية. مفيش حد بنجيلها كان بنفس القوة، هي كان عندها قوة شخصية، ثقافة متعددة وإصرار شديد جدا. أنا ركزت على إن لطيفة مطربة ذكية، وهي من طفولتها بتشتغل، عايز تتعلم، عايز تحسن تجربتها، فدايما هذا النوع من الأشخاص عنده منافسين. الفيديو كليب هي نفسها كانت بتقول في أحد التجارب إن هي خدت ده من الجيل اللي قبلها، ولقت إن التجربة الصورة مع الأغنية بحالها، أضافوا عنصر رابع مهم جدا وهو عنصر التجسيد لأدائها أو للأغنية. وبالتالي مع كل كليب جديد كان لازم يبقى فيه أسلوب إخراج مختلف. الأستاذ الناقد المؤرخ محمود قاسم هو قال حاجات كتير يعني، بس أنا بقول له إنه ما حدش يقارن وردة الجزائرية بأي حد. وردة الجزائرية فنانة كبيرة جدا، تاريخها عظيم جدا، إنه يقارني بيها ده شرف ليا، لأني أنا طول عمري من وأنا صغيرة بحبها وبتعلم منها يعني. بالنسبة للفيديو كليباتي عايزه اقول له ليه ان انا اول واحده عملت فيديو كليب سينما مع الاستاذ عاطف سالم، واكتر واحده عملت فيديو كليبات مع مخرجين مختلفين يعني، يمكن هو ما شافش معظمهم يعني. وانت بتحبي تنوعي كمان يعني، كل لازم فيديو ليكي مختلف عن التاني. بالظبط. في معانا نسمة حلمي، نسمع رايها كستايلست. اوكي يلا. رأيي إن الفنانة لطيفة دايماً مختارة ستايل معين محافظة عليه شويتين، وحاسة إن الموضوع أكتر متجه ناحية الحاجة السيف، وحاسة إن كل مرحلة كانت هي مواكبة الترندز بتاعتها في الوقت ده بشكل كويس قوي، فيما يتناسب مع طبيعتها هي وستايلها هي اللي هي مختارة نفسها وذين الستايل اللي هي حاطاه لنفسها. قليلة قوي في إنها تظهر في مهرجانات، في إنها تعمل فوتو ساشنز كتيرة، فأكتر حاجات هي بتبقى موجودة فيها هي الحفلات، وبشوف إن دايما مظهرها في الحفلات بيبقى شيك قوي ومناسب للستايل اللي هي حاطاه لنفسها دايما. بحب قوي اختيارها لفساتينها، بحسه ماشي جدا مع ستايل جسمها، مع طبعا اختيار الشعر والميك اب والاكسسوارز والحاجات دي كلها بتدخل جوه الستايل بشكل حلو قوي. ليه مش بتغيري؟ ليه مش بتعملي حاجه مختلفه وجديده تكون فيها شويه جرأة عن كده؟ زي اخر لوك مثلا عملتها، انا شفتها من قريب، كاريه شعر قصير بلوند، اللوك دي عملت بومينج حلو جدا على فكره على السوشيال ميديا، كان اول تغيير كبير تعمله في شكلها بالطريقه دي. انا مش بحس ان هي بتقلد حد تحديدا يعني، في فنانين غربيين او غيرهم، بس انا مش شايفه ان ده عيب ابدا. بالعكس احنا في الفاشن عامه دايما بنبص على الترندز بره بيبقى شكلها عامل ازاي، الناس بتلبس ايه. الفكره كلها ان احنا نعرف ناخد من الترند ده ايه اللي بيناسبنا وايه اللي يناسبني انا كفنانه بحجم لطيفه. طبعا زي ما بنتكلم احب يكون عندها جرأة اكتر من كده شويه، تختار حاجات مختلفه، تغير من الستايل كله، من شكل الشعر، من طوله، من لونه، من ستايل اللبس اللي بتلبسه، لان هو ليها دايما ستايل معين، وانا احب جدا ان هي تغير ده في وقت من الاوقات. فمش حاسه ان كان في حاجه سوبر جريئه يعني عملتها خالص. لذيذه لذيذه حلوه، بس انا عايزه اقول لها انا مش موديل، انا مطربه، انا يعني بغني انا. لا بس هي حابه الستايل بتاعك، وبتقول ان انت هي حابه جدا. بصي انا بحب الفاشن، كل فيديو كليب كنتي اوريدي كنتي بعمل طبعا صح مظبوط، وكنتي بتلبسي فيري ترندي في الوقت. يمكن اكبر تغيير او اكتر حاجه هو الكارير اللي قالت عليه البلوند ده، كان مع عادل جمال المخرج في كليب كده خليني. قبلها عملت برضو فوتوشوت لمجلة عالمية، عملنا برضو اللوك ده مختلف. ما خفتيش يا لطيفة ان انت تطلعي بالكاريل بلوند؟ بلاكس انا اللي عرضت عليه، قلت له تعالى نجرب. كان ديفرنت، كان حلو مختلف، اصفر واحمر وعمل جو حلو، طلع حلو. بس انا عايزه اقول لها ان انا فعلا زي ما هي قالت، انا بختار حاجات ماشيه معايا، مع جسمي، مع شكلي، مع اسف سايت، لان انا مش من النوع اللي بيعري يعني، مش انا خالص، انا وظيفتي يعني بغني. يعني بتختاري الحاجات اللي انت تبقي ضامنه ان هي تطلع حلوه عليكي، مش بتغامري يعني. بروح للفاشن اكتر، بروح للترندات العالميه اللي انا بحبها، شانيل، ديور، جوتشي، الحاجات دي، لانه بحس فيها كرييشن، فيها ابداع. وفي نفس الوقت لما انا بقيسها
بتفضل يعني شوفي حبك هادي كان كله فيرساتشي من اوله لاخره بالزبط. لغايه دلوقتي ورجعوا تاني لنفس بالزبط. الموديلات دي هي كلامها صح. انا جريئه في مواضيع اغانيه اكتر يعني حبك هادي لما غنيتها او في الاحلام اللي بتحكي على تشات في التليفونات او بروح في الجرأة الاخر في الميوزك في الاغاني في الكلمات في الافكار في اللبس لا اي دونت هي مستنيه this. بقى منك ان انت يبقى في جرأة كمان أنا في مش الستايل بتاعك يعني مش محتاجه ده لا هو اكيد انت مش محتاجه خالص. اي حاجه خالص حبيبتي لا بس بجد يعني اي دونت نيد ذس الناس مش مستنيه مني يشوفوني بشعر احمر او موف او يعني عارفه لا ده بيبقى حاجات يعني لو فوتوشوت لو حاجه اوكي الواحد يغير في المعقول طب ما تيجي تسمعينا حاجه تصدقي بالله لا انا عايزه اغني يلا والله. يلا يلا بينا مشكلة
خالد الفايد. ازيك يا خالد؟ الحمد لله بخير. منور يوم ليك النهارده. ربنا يخليك. قول لي عندك كام سنه بقى؟ عندي 18 سنه. 18؟ مش حاساك ليه 15 16 مش اكتر من كده. بس ما يغركيش، يعني ثقافته وتكوينه الفني بيدي اكتر من كده بكتير طبعا بجد. يعني والسعيد هو صعيدي مظبوط. والسعيده كلهم جامدين بصراحه. واصل الفن طبعا يعني ناس تقيله جدا. فين الجلابيه طيب؟ في البيت بقى. ما جيتش بيها ليه؟ انا توقعت ان هو هيجي بيها. عايزه اقول لك انه كمان جد خالد من اهم الناس اللي الناس كلها تعرفه. ممكن طه الفاشني. الشيخ طه الفاشني صح. رئيس رابطه القراء والقارئ الملك القصر الملك فاروق. ما شاء الله. وعامل ابتهالات كتير طبعا طبعا يعني. غني عن التعريف طبعا. غني عن التعريف. هو واخد من الجينات الحلوه دي. انا بس عايزاك تعتبر نفسك ان انت على المسرح وتتكلم كده بصوت عالي، لان انا عارفه ان انت بتتكسف. لا مش مكسوف. بس انا ما بيكسفش. لا دمه خفيف قوي بالعكس. لا دمه خفيف اكيد، بس انا عارفه ان هو بيتكسف. فانا عايزاك تبقى براحتك كانك على الستيج. تمام. احكي لي عنك بقى، انت بدات تغني وانت عندك كام سنه؟ أنا وأنا صغير، أنا كان عندي 4 سنين. 4 سنين بدأت تغني؟ كنت بسمع فيروز، كان عندنا راديو كده بسمع عليه الأغاني وكده. فبدأت أسمع أغنية شادي الفيروز. أيوة. بتاعت من زمان وأنا وصغيري كان في صبي قول يجي من الحرام غنيها يلا قول بلعب أنا وياه كان اسمه شادي. الله. انا وشادي غنينا سوا لعبنا على التلج ركضنا بالهوى كتبنا على حجار قصص صغار ولوحنا الهوى. الله 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 الله. لا. طب لطيفة قولي لي اخترتي صوت خالد ليه؟ كنت قاعدة واخواتي جم قالوا لي تعالي اسمعي الصوت ده. هو كان في The Voice Kids. أنا لما شفته حسيت ده من أحلى الأصوات اللي كانت في المسابقة دي. بعد كده في قناة كده أنتجت له أدعية. من ألحان الأستاذ سلام صبري. عايزة أقول لك إني أنا من أول رمضان لغاية دلوقتي ما بغنيش غير الدعاء اللي هو غناه. يعني بيغني حلو قوي 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 قوي. ما شاء الله يعني ما شاء الله. سمعه لنا. لا تشتكي همّن أصابك للعباد. ما الشكوى لغير الله إلا مذلة يسمع دعاء العبد يطلب ما أراد وبحر جود الله يروي بكثرة لا تشتكي همّن أصابك للعباد ما الشكوى لغير الله إلا مذلة يسمع دعاء العبد يطلب ما أراد وبحر وجود الله يروي بكثرة. الدعاء الثاني اسمه ايه بتاع اول يوم ده؟ ايه الحلاوه دي يا خالد؟ الله فظيع فظيع. بعدين في الاغاني العاطفيه بقى احساس ثاني خالص. انا سمعته بيغني لي في احلى حاجه فيا. قلت له لا 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 تعالى هنا بقى تعالى هنا. انت بتهزر. طب يلا يلا يا خالد. لا بجد احلى حاجه فيا هيغنيها مع الفرقه بقى. يلا اطلع غنيها مع الفرقه. يلا خلي ده عندك مايكل. خلي بالك
قادرة أصدق اللي شايفة وبسمعه. معقول خلاص قلبك وقلبي اتجمعوا؟ احلف كده اني هعيش معاك وتعيش معايا وتبقى جنبي وعيني بيك اتمتعوا. برافو برافو برافو، احسنت 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 يا حبيب قلبي.
ربنا يحميك يا قلبي، ربنا يحميك. ايه يا خالد الصوت الحلو ده؟ شفتي الاحساس؟ شايفه الصوت الحلو ده بجد؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، واحساسك حلو قوي 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 بجد. ربنا يخليك يا رب. وعندك فرصه عظيمه ان لطيفه تتبناك فنيا. انت كل حاجه فيا. قول كده. انت كل حاجه ليا لما تبقى في ايديا، بملك الدنيا بيدي، حبك انت خلاني انا بقيت حد تاني. مفيش حاجة نقصاني وانا قدام عيني. ربنا يخليك. برافو يا خالد، برافو برافو والله بجد. برافو. يعني ختامها مسك والله. انا مبسوطه قوي ان انت كنت في ختام الحلقه. انا اكتر بجد يعني. ونورتنا النهارده، وان مصر فيه اصوات حلوه قوي. لا مصر ولاده طبعا، مصر ولاده جدا. لا 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 يعني ما شاء الله عليه. شوفي يعني ادعيه موجود، لا تلاوه موجود، كله 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 ما شاء الله. ما هو ده اللي خلى عاطفيه موجود حلوه يعني خامه. أنا بصراحة شايفة ده نجم مستقبل، هفتخر بيه جدا إن شاء الله. لطيفة ممكن تعملي ديو معاه؟ هعمل معاه. هتعملي معاه؟ بصي أنا عمري ما أنتجت غير لنفسي، ولكن صوت زي ده أنا مستعدة أنتج له. يا بختك يا خالد. كده كتير. هتتحسب النهارده يا خالد. كده كتير كده. عارفة ليه؟ لأنه مؤهل ومؤدب ومحترم، ومن عيلة محترمة جدا طبعاً طبعاً. ومتكون فنيا بأنه هو ده اللي لازم يكون على الساحة. دي حقيقة صراحة. يعني ربنا يخليك يا رب، ده شرف ليا والله، شرف كبير. خالد يعني ربنا يوفقك، وبجد انت شرفتنا ونورتنا النهارده. انا شخصيا سعيده جدا بالمفاجاه اللي لطيفه عملتها. أنا انها النهارده جابتك ضيف عندنا. يستاهل. النهارده ولازم ياخد فرص كتير جدا. يمكن في ذا كيدز ما اخدش فرصه كبيره، ولكن هو لا عنده مستقبل خلاص. يعني هو طلع اول يعني السلم، ان شاء الله هتجري على السلم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. نورتنا يا خالد. حبيبي يا خالد، نورت يا قلبي. لطيفه هتسمعينا ايه النهارده نختم بقى؟ بصي في غنوه احنا بنحبها قوي 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 للسيده نعمه، اسمها الليله عيد الليله عيد، فرحه فرحه والعمر جديد. يلا بينا وجديد. يلا بينا. يلا العمر جديد، العمر جديد، الليلة
ثانك يو، ميرسي، شكرا. لطيفة، يعني مش عارفة أقول لك إيه، مفيش أحلى من كده ختام، ختام بصوتك. ربنا يخليك بجد، نورتيني نورتيني نورتيني، بشكرك على وجودك معانا النهاردة، إحنا بجد سعداء بك. أنا اللي سعيدة جدا جدا جدا، وبجد النهاردة أسعدتوني، أنتوا اللي أسعدتوني، ويا رب يا رب يبقى أيامنا كلها أعياد، ويا رب يزيح الجايحة دي على كل الإنسانية، يا رب، ويا رب يحمي مصر ويحمي كل الوطن العربي، يا رب ويحمينا كلنا، يا رب نورتينا النهارده، ربنا يخليكي. وميرسي على وجود خالد واختيارك لخالد حبيبتي، ميرسي، نورتوني في يوم ليكي، انا سعدت بيكي جدا حبيبتي يعني. لطيفه ميرسي. النهارده كان يوم ليكي ولا عليكي؟ كان يوم ليا جدا. اه والله كان يوم ليا جدا. يا رب جداً كل ايامك اللي جايه كلها يا رب فرح وسعاده وهنا. حبيبه قلبي كل سنه وانتم طيبين وانتي كلكم، وانتي بصحه وسلامه. ميرسي يا قلبي. وصلنا لختام حلقتنا النهارده، استنونا الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من يوم ليك، اشوفكم على خير وتصبحوا على خير.